مناظرات انتخابية. تابعونا خلال فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات الهيئات المحلية بمرحلتها الثانية على شبكة وطن الإعلامية وشبكة معا الإعلامية في برنامج مناظرات انتخابية على الهواء مباشرة مع القوائم المترشحة للهيئات المحلية. المناظرة الانتخابية السابعة مع القوائم المترشحة لانتخابات بلدية نابلس يوم الثلاثاء الموافق 22 من الشهر الجاري الساعة 6 مساء في قاعة مسرح كلية الحقوق في جامعة النجاح.